نعم، فتحطيم الأرقام القياسية من خلال مقارنة مع النسخة الأولى، فهذا كذلك مستجد يمكن لأهل بركان أن يفتخروا بهذا الإنجاز، ويمكن لنا أن نفتخر بالعدائين المنتمين لمدينة بركان، وهذا دليل قاطع على أن السيد هشام الجروج من خلال جمعية بني زناس وكذلك من خلال نادي شباب بركان أنه كيعطي الثمار ديالو، وخير دليل على ذلك ان بعض المنتمين الى مدينه بركان احتلوا العشر الاوائل. والعشر الاوائل، ولكن ايضا البطل الحسيدي اللي هو دائما جداد حاضر في كل مكان في كل منطقه في كل سباق كنلقاوه، رغم انه ما كاينش اي دعم بالنسبه لهذا البطل، ولكن دائما حاضر بشكل قوي للمشاركه في السباقات. طبيعة الحال لانه لم تحل الاعاقه دون ان يكون بطلا، هذا بحقه هذه صوره ايجابيه، لانه الاندماج بالنسبه صحيح صحيح نعم. صحيح كاين اندماج وكاين وتدامج، اكثر من اندماج هو التدامج، ان هذا الشخص اللي كنعرفوه في جميع الماراثونات في المغرب هو حاضر اليوم في بركان، وانا كنهني بركان لان درت له التكريم وهذا يستحقه. نعم، لانه ابن المنطقه وايضا هو ممثل وممثل للمنطقه في التظاهرات جميع الماراثونات كنلقاه حاضر بدون استثناء. انا شخصيا فين ما كنكون حاضر كنلقاه دائما هو. لكن المفاجاه اليوم سي حسن هي الاسره ديال هشام القروج، جرات كلها باه 90 سنه، مو زوجته خوته، يعني كلها اسره خرجت جري